اشرب هذا المشروب قبل النوم لحرق الدهون وأنت نائم. إن دهون البطن خطيرة جدا لأنها تتسبب في العديد من المضاعفات الصحية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويبحث الكثير منا عن أي شيء لتسريع عملية حرق الدهون. وسنقدم لكم اليوم مشروب صحي يساعدك على حرق الدهون والحصول على معدة مسطحة أثناء وقت النوم. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لماذا يفضل شرب هذا المشروب قبل النوم؟ عندما ننام تبطئ عملية التمثيل الغذائي بين عشية وضحاها، وهذا هو السبب الرئيسي لشرب جميع مشروبات التخسيس في الليل، لأنها تحفز من عملية التمثيل الغذائي وقت النوم، مما يساعد على حرق الدهون. مشروب وقت النوم لحرق الدهون أثناء النوم. المكونات: ليمونة، ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، ملعقة كبيرة من عصير الصبار الطازج، خيارة واحدة، حزمة من البقدونس، نصف كوب من الماء. طريقة التحضير: ضع المكونات في الخلاط لعمل مزيج متجانس، صفي الخليط واشرب هذا المشروب كل ليلة قبل النوم. فوائد المكونات في هذا المشروب: الليمون يحفز فقدان الوزن وحرق الدهون في الجسم، إزالة السموم من الجسم، زيادة الطاقة، تحسين المزاج، تعزيز وظائف الكبد، منع تلف الخلايا بسبب محتواه على فيتامين سي المضاد للأكسدة. الزنجبيل يحفز الزنجبيل من حرق الدهون في الجسم، ويزيد الشعور بالشبع والامتلاء، ويقلل من الشهية تجاه الأطعمة، يخفف من أعراض التهاب المفاصل، يقوي الجهاز المناعي، يعالج ويمنع الإسهال، إزالة السموم من الجسم، علاج الصداع النصفي، علاج السعال. عصير الصبار يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض، يمنع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، يحمي البشرة من أضرار الإشعاع. البقدونس يعمل كمدير طبيعي للبول، مما يمنع احتباس الماء وتحفيز إفراز الماء خارج الجسم، مما يساعد على إنقاص وزن الجسم الزائد. يحتوي البقدونس على الفيتامينات والمعادن والعديد من المواد المفيدة للحفاظ على الصحة المثالية للجسم. التخلص من انتفاخات المعدة والغازات. الخيار منخفض في السعرات الحرارية، كل 300 جرام من الخيار يحتوي على 45 سعرة حرارية فقط، كما أنه يزيد من الشعور من الشبع والامتلاء بسبب محتواه العالي من الألياف الغذائية. كما يحتوي الخيار على نسبة عالية جدا من الماء، على التي تساعد على إنقاص الوزن الزائد أيضا. تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري. تنظيم حركة الأمعاء بسبب محتواها العالي من الألياف الغذائية والماء، مما يساعد على زيادة حركة الأمعاء ومنع وعلاج الإمساك. حماية خلايا الجسم من التلف وعملية الإجهاد التأكسدي بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة. لا تتردد في إضافة هذا المشروب السحري الصحي في نظامك الغذائي وحرق الدهون أثناء النوم، بالإضافة إلى فوائده الصحية المذهلة. إنه حقا يستحق التجربة. لا تنسوا الاشتراك في قناة ثقف نفسك ليصلكم كل جديد.